بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد ماتش حراك ونكر الغيني والرجاء المغربي، المباراه اللي الرجاء اتغلب فيها 2-1، جيت في نهايه الفيديو قلت يا جماعه ان الرجاء مع السيد رشيد الطاووسي ماشي كويس جدا وما جاتش في مباراه، وان شاء الله باذن الله الرجاء هيرجع يعمل كامباك بسرعه، علشان الرجاء النهارده يعمل مباراه جميله جدا قدام فرقه امازولو في جنوب افريقيا، ويقدر ان هو يطلع كسبان 2-0. من اكتر الافكار اللي عجبتني جوه المباراه فكره ال 3-4-3 صريحه. عجبتني جدا فكره ان انا عندي مشكله في الاثنين مساكين فالعب بثلاثه تحت، مفيش اي مشكله خالص، العب 3-4-3 واضحه وصريحه في الحاله الدفاعيه، نقلبها 5-3-2 و5-2-3 في بعض الاوقات. دي حاجه احترم عليها جدا السيد رشيد الطاووسي. كان عندي مشكله كبيره جدا مروان هدهود وجمال حركوس المباراه اللي فاتت قدام حريه كوناكري، فالنهارده زودت معاهم الياس حداد اللي عمل مباراه جميله جدا واللي سجل هدف جميل جدا الهدف الثاني. من اكتر الحاجات اللي فرقت جدا مع الرجاء النهارده هدف حميد احداد الجميل جدا 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 في اول 5 دقائق. اللوب الجميل اللي عمله حميد احداد في اول 5 دقائق ده خلى الرجاء يخش في المباراه بدري واللعيبه بتاعته ياخدوا ثقه ان شاء الله في مكسب النهارده، ودي حاجه بتكون حلوه جدا ان الفرقه تسجل بدري. الرجاء سجل بدري، ركب الجيم بدري، كان قادر ان هو يسجل الهدف الثاني لولا تضييع لعيبته لفرص كتيره قدام مرمى حارس امازون. علشان الرجاء تقعد تبص هل الرجاء كان فيه خطوره على مرمى من فرقه امازولو؟ بصراحه ما شفتش، انا من ملخصات اللي اتفرجت عليها المباراه ما شفتش كانت خطوره كبيره لفرقه امازولو حتى في كره واحده، الا في كره في الدقيقه 33 وخط دفاع الرجاء ما وصلهاش حتى المرعون فاخر حارس المرمى علشان يعمل تصدي ليها، فخط الدفاع منع اخطر فرصه كانت موجوده الشوط الاول. الشوط الثاني زي ما اتكلمنا ان الفرقه بتاعه الرجاء تغيير طريقه اللعب من 4-3-3 و4-2-3-1 للرجوع للثلاثه ورا، فرقت جدا معاك، خلت خط الدفاع بتاعك في ثقه في خط الدفاع بتاعك، وفي كمان تقول عامله لعيب زي محمد النهيري وعامله لعيب زي الجبري، ونص الملعب اللي كان فيه عزريده وبدر بلهرود، وطبعا لعيب زي محسن متولي واحد من اكبر العناصر الخبره في فرقه الرجاء، واحد من افضل اللعيبه الموجودين في فرقه الرجاء بجانب حميد احداد بجانب فابريس انجوما. فرقه الرجاء قدمت مباراه جميله جدا استحقت عليها انها تطلع كسبانه. فرقه الرجاء بتفرض عضلاتها في المجموعه ب 12 نقطه، فرقه الرجاء لعبت مباراه جميله جدا ساعدتهم ان هم يتخطوا الكبوه بتاع مباراه حريه، واعطت امل كبير جدا لفاق ستيف ان الكره في ملعبك لو انت كسبت حريه كوناكري انت هتكون تاني مجموعه بتسع نقاط. فنتمنى ان فرقه فاق ستيف تقبل هديه الرجاء النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رأيك واحترم يا برو.